نكهتي المفضلة في كومو كافيه، جيلاتو بطيخ، كأنكم بتاكلوا بطيخة قاعدة في الفريزر. ايش بك مكسوفة؟ ما شاء الله تبارك الله. تعالي، رسلت لي فيديو ذاك اليوم ودحين مكسوفة. شوف 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 القطة همجت. بيف بيف ستراغ ستراغ ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ اسكيوز مو، وات از ذا نيم اوف ذس بليد؟ ستراغناف زي ما قلت. ما شاء الله انا لسه ما بديت اصور وهو دخل فيه. ايوه هذا لذيذ والله، مره طيب جيب هذا بالعرض كمان. هذه عندك يا تركي، هذه عندك. لا قربت على 3 شهور عشان اسوي. كيف؟ ولا كوتش. سكوزي مو؟ بالعافية بالعافية. سكوزي مو؟ كل شيء كتشب، حط في الموية كتشب. طيب هذا صار أكثر طلب أحبه هنا. هيدا المقلوبة. مقلوبة باللبن كذا. مقلوبة. كذا. ليه؟ يعني أنا ما بحطها عشانك، بحطها عشاني. تسوي زي كذا. مقلوبة. زي كذا. والله يا شحش حرمة تسويها مرة بطلع. ريم؟ مرام مرام. آه أوكي. وضحت أمي. وضحت أمي. Can you bring شمعة for birthday? What do you mean of شمعة in English? إيش هو كل ما نيجي هنا شمعة وبرد. الله ممكن تسكت ثانية وكذا. شمعة دنتال. لحظة صمت. الله. إيطالية. أنا أتكلم إنجليزي وفرنسي وإيطالي. كم سفر سببي؟ تعلم ألماني كمان. كم أنت تبين؟ جيمابين ميلادو. يا أخي مزعج، خلي الناس يشوفوا الأكل. آه تفضل. أكل يا مخلص. أوه. سحس تبيع سنابك؟ ها؟ بيع سناب بكم؟ This is a فستق حلبي with غزل البنات كيكة تشيز كيك. لا ما شاء الله الولد بيتكلم لغات صح؟ انا ماما علمتني لغات من صغير باين كانوا يسموني سلطان لغات. سلطان ترجمة حبيبي يعطيك العافية. ان شاء الله بكره تروح النادي تلاقيه مقفل. يا رب يا رب ما يتكلم. يا هلا بيك يا يحيى حبيب قلبي، والله يحييك نورتنا وانت نورك يا اسمع. ايش ايش يدلعوك؟ ها انا يدلعوني سمرون. سمرون سمرون هذه شكلي حسب لي سوسه سمرون. حبيب قلبي الله يسلمك. شكرا شكرا الله يسلمك. هذه يوم الاثنين. يوم الاثنين اذا وسام صوره يوم الاثنين ستريت فرايز حينزل. اه بنصور عشان ننزلك من الفيديو. بس انا من رايي بدل ما ننزلها كده ننزلها جاهزه. ايوه لا هي جاهزه بس إيه. تيك اواي حتجيكم بصوص مخلوق. البطاطس اللي كنا ناكلها نحن وصغار من العربيه بس كلاسي كده فيها نكهه كده اسمها بطاطس الشارع سحس. مين اللي هي حطيت اسمي عليها؟ خلاص ايوه وسعرها ترى مره حلو. ايوه خصم 25. خلاص دوبنا ايش صورنا البوست اللي حننشر بيه الستريت فرايز والحلا. ادمان ادمان. فينه هذا حبيبي؟ الله. بينت بتر بالمربى. طبعا في النوتيلا. يا عمي. في روتس. والله والله هذا. حرام عليك. حرام عليك. هو تاكل دي بعد تحلف. اي والله. اوكي. حسيوجي كل يوم. اوكي ها؟ حسيوجي كل يوم. كل يوم؟ والله دي خلاص ما حننزلها. يعني مع اني انا احب البينت بتر بس برضو مو غلط ناكل من المثل. جيب يا بغل جيب 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 خلاص. كيدي بوك. اوه هذه مشكله، هذه المطه مشكله. طاحت على يدي.
تحت يدي. جيب 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 هذه للوحوش. بنجرب سايزين جديدة لل اديني فخصة كده. هذا 350 جرام وهذا 200 جرام. يا ويلي ولا هذه للوحوش بس لسه ما اعتمدناها. خليني دحين ادوقها واقول لكم. لا تتكلم. اوبريشن ويز مره صعبه. اوبريشن ويز. طب كم ويز فيه؟ هنجرب ال 250 اول. تعال 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 اسحب لي هذه. هذا ال 250. يا اخي البرجر كل ما اللحمه زادت فيه خاصه لما تكون واقف ادوك في نص ثاني كل ما صار لذيذ. تعرف الشيء لما تحط لسانك عليه تعرف النكهه اللي حتظبطك. واو 350. طيب يا ربي هنا 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 سأسقط قليلا. هذا برجر الوحوش بسم رب الكعبة. ما أعرف إيش أقول ولكن هذا يجيكم 350 جرام لحمة. ماني قادر أمسكه. انا بعد ما حسيت لي وسخه ما بعد ما الاكتشاف. يبكي. واو شكلنا رح نعتمد الثلاث احجام والله. يا ربي هذا اسم البرجر المفضل في جدة كامل. هذا ايش حنسميه؟ هذا هذا الاكسل وهذا الاكس اكسل. ليه بنسميها 100 شوربه صحن 250 شوربه صحن 350 شوربه صحن؟ سميه اللي تبغى بس بيعه. ابشر اهم شيء نزل في المنيو بعد شهرين وقت ما تبغى. شهرين كويس؟ لا يعني لازم اسرع وقت. دحين تحسب الاسبوع الجاي يدق علي. ها نزلته وشوفوا في المنيو بسرعه. شبعان وماني قادر اوقف. ما حد دوقني؟ ها؟ ما حد دوقني؟ خذ حقك سوسو. طيب اوكي. ما خلص حقته. اوكي. لا هو. لا. والله يا جماعة الخير بعد كل البرجر وهذا اشتهيت كومو. كيف بس كيف الدليفري صار فيكم يا الله ولا يسيح عليكم. ادمان مش كريم البطيخ هذا ادمان. الله الله تركوم اللي صورته اليوم اللي عندهم هذا الايس كريم حقي ادمان. عندهم صار دليفري من هانجر ستيشن يوصل لكم الين عندكم. وشوفوا الباكجين كيف ما يسيح عليكم ولا تصير لكم اي مشكله. بالعافيه على قلبكم.